وللحديث أكثر عن إنجازات بطولة غرب آسيا للغواصات الآلية، سعدنا يكون معنا الآن على هواء مباشرة الأستاذ محمد صالح الظفيري منسق برنامج وادي الشباب، ومحمد نواف البحر عضو مؤسس فريق بلو تك. حياكم الله اليوم ونورتونا في برنامج مساء الخير يا كويت. الله يحييك ويبقيك ومشكورين على الاستضافة. حياكم الله ويهلا ومرحبا فيكم. نتكلم في البداية عن حضرتك أستاذ محمد الظفيري، نتكلم في البداية عن آلية العمل اللي صارت عليكم في موضوع الغواصات الآلية، هذه الفعالية نتكلم عنها. طبعا قبل أن نبلش بالغواصات الآلية، احنا بداية المشروع هو وادي الشباب. نعم. هذا احد مشاريع الهيئة العامة للشباب، برنامج كامل، فالبرنامج مبني على التكنولوجيا والتقنيات البرمجيات. من هذا البرنامج سوينا دورات ندوات علمية وتدرجنا بالموضوع لغاية ما طلعنا فكرة ان نجرب الشباب الكويتي، زين، ننشئ فريق بلوتك. بلوتك نعم، ان الفريق بالاعمار الصغيرة، زين. فبلشنا مع محمد البحر ومع حوراء ميرزة، فبداية نشأة الفريق لغاية الفريق ما كان عدده بسيط، الحين صار ما شاء الله أكبر. وسوينا شاركنا بعد تأسيس الفريق، شاركنا بغرب آسيا السنة الماضية. نعم. هم خذين الأول، أخذوا المركز الأول وراحوا تصفية بطولة العالم في أمريكا، ما شاء الله حققوا التوب 10 في الولايات المتحدة. يعني من آسيا المركز الأول، في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من أوائل العشرة، من المركز من أوائل العشرة من أصل 137 فريق من أكثر من 80 دولة. نعم. فهذا يعتبر إنجاز بحد ذاته. نعم. كأول بداية لهم، فنقول إنه شيء حلو، فالسنة هذه إن شاء الله نشوف شيء أقوى بالنسبة. طبعا وإحنا طبعا نثني على جهود الهيئة العامة للشباب الممثلة في وادي الشباب، هذا طبعا مثل ما نقول إحنا التوجيهات السامية من حضرة. نعم. صاحب السمو حفظ الله ورعاه، من خلال دعم الشباب ودعم طاقاتهم والفكرة اللي تولدت من خلال بلو تيك، وقال مثل ما قالوا تفضل، أعمار صغيرة بالعطاء لكن كبيرة بعطائها، صغيرة بأعمارها كبيرة بعطائها وكبيرة حتى في طموحاتها. صح. ما شاء الله عليكم، يعني من 137 دولة انتم طلعتوا من التوب 10. صح. بس لازم نرجع من البداية، البلو تك، نتكلم عن هذا تأسيس الفرقة هذه. والله لو اكون صريح، يعني انا بدايتي انا شخصيا وشلون تعرفت على الفريق كانت والدي الله يحفظها ناوي ان يعني اتعرف على مجال جديد. نعم. فمن طريق النية عرفت عرفتني على وادي الشباب، ويعني بالذات القصور، وتعرفت على الاستاذ نقول فاضل، نقول دخل حياتي واعطاني تغيير طيب استاذ محمد الظفيري. الاثر اي يعني كان اثر كبير لو اكون صراحه، ويعني كل الشكر له. ومن هناك دخلنا بدورات بسيطه منها الكودينج ما كودينج والروبوتكس وهالامور، وشاف فيني استاذ محمد انه يعني عندي عين حق امور تكنولوجيا والبطولات، اني اقدر اساهم واشتغل كفريق. والأختي بعد الفاضلة حوراء كانت نقول شخص معروف وقتها، وأوريدي كانت تشارك بطولات محلية ودولية، وأستاذ محمد يعني طلع فكرة أن ننشئ فريق بيننا، وما كان عندنا إحنا نقول خطة من ذات اللحظة، بس كفريق اجتمعنا اجتماعات ودورنا سوينا ريسيرش على البطولات اللي شاركنا فيها، بحث وطبعا عمل دؤوب فريق متكامل. أيوه. إحنا نقول في البداية بالأصالة عن نسيف وكل فريق عمل برنامج مساء الخير كويت، طبعا إحنا نوجه تحية إجلال ونبارك لكم هذا الإنجاز الكبير. طبعا مثل ما قلت، هي نظرة من زميل. صح. شاف عندكم شيء كبير وشاف عندكم طاقات وما شاء الله تولدت. الحين مثل ما انت في البدايه ذكرت موضوع وادي الشباب، الحين نرجع حق موضوع الغواصات الآلية. زين، طريقه التجهيز كان شلون؟ كان طريقه تجهيزكم انتم كتعتبرون حاضنه لهم، انتم اللي محتوينهم؟ التجهيز اهم اللي جهزوا طبعا، والحلو فيهم ان حتى خلال مشاركتنا في الامارات اثنوا عليهم لجان التحكيم، لان الشغل مبين هم اللي تعبانين فيه يعني، والشغل والتجهيز. فبس ان احنا ترك اللي نعطيهم بسيط، طريقه لحام الموترز. نعم. طريقه الخبره يعني كخبره الكنترولرز شلون نحافظ عليه، طريقه توصيل البطاريات، الاستراكشر او بنيه الغواصه شلون نسويها، يعني تركات بسيطه ودخلوا هذه المسابقه. والمسابقه عباره عن اكثر موضوع اللي هو البرزنتيشن عندهم والانجينيرنج ريبورت، وعندهم كذلك الاوبستكلز، يعني التقديم والتحديات وحتى التقارير الهندسيه. ايوه، حتى التقارير الهندسيه، وبالاضافه الى السباق سرعه بين الحلقات. زين، ما شاء الله هم يابوا بعد رقم قياسي راح يسولف فيه بعد. احنا الحين نتكلم عنه. اي ما شاء الله عليهم، يعني قدروا يحققون ارقام قياسيه، قدروا ياخذون الدرجات العلامات الكامله في البرزنتيشن والريبورت، بالإضافة إلى الأوبستيكلز والمشن.
ما شاء الله. الحين محمد راح يكمل عاد شلون الطريق. انت الحين اعطيتنا مثلا عنصر تشويق الحين، الحين ننتقل وياك. قال التحديات والتخطيط وحتى المشن، يعني حتى وقت نقول وقت العمل يعني. صح. هذه التوليفه الكامله الخمس خطوات بنتكلم عنها بالتفصيل الحين، شلون جهزتوا لها؟ انا وزميلتي حوراء نفس ما قلنا احنا اول شيء يعني شاركنا بالبطوله مره السنه اللي طافت بغرب اسيا، وهم شاركنا بالعالميه، وهالسنه ثاني سنه شاركنا بفريق اكبر نقول وباكثر من يعني من فئه عمريه من السكول هاي سكول والعمومي اللي هو الاوبن كلاس. هالسنه كان نقول تجربه مختلفه خاصه لي لان جربنا فيها العمومي، والعمومي له طلبات خاصه غير الهاي سكول اللي هي من جهه البلاي ستيشن او من جهه بنيه الغواصه. نعم. فبدايه يعني بدايه تجربتنا هالسنه حاولنا، عندنا فرصتين نحاول فيها. اول فرصه نقول واجهنا خلل يعني لو كان بالموتر شلون كنا حاطينه تعامل ويا الخلل. نعم. او السفنجه كانت زايده عن اللزوم والامور هذه اول مره واجهنا فيها، اصلا ما خلصنا المشن يعني كلش ما خلصناه، طفنا الوقت ال 15 دقيقه كانت لنا، وبعدين كان عندنا ليله ان نحاول نعدل فيها ونضبط امورنا حق التجربه الثانيه. نعم. والحمد لله يعني مع مساعده طبعا الاستاذ محمد وزملائي بالفريق اللي هم كوثر وحوراء يعني قدرنا ان نحسب الموضوع وجربنا فيه اكثر من مره. اخذتوها يعني كتجربه سابقه. اي التجربه الثانيه كانت هي ما شاء الله يعني. صح. اللي يعني اشياء بسيطه، قلبنا الموتر، شلنا الاسفنجه يعني على الكميه المحتاجه، هذا يعني جهه المشن، والحمد لله يعني نفس ما قال استاذ محمد رقم قياسي جديد على البطوله. زين الحين هذه حلاوه النجاح لما يكون في محاوله دؤوبه وتحديات. زين شعوركم يعني، انا قبل ما انتقل حق استاذ محمد الظفيري، يعني شعوركم بعد ما اجتزتوا وشفتوا وحصلتوا الرقم القياسي؟ بكل امانه يعني تعسرت شوي وقت ما واجهنا المشكله، لان كانت يعني عندنا ليله ان نفضي، يعني الموضوع شكله سهل بس ما كان سهل، يعني المفروض نفضي المواتير ونقعد نرد نركبها ونغير، عندنا تيبات يعني يبنى احنا كل شغلنا من الكويت بجنطه عشان ما نقعد ننسى اشياء ونكون يعني ما نروح ندور الامارات. اي جاهزين، ويعني يمكن كانت منطقه يمكن يكون فيها ناقص هالاشياء اللي نحتاجها، لان الاشياء ما كانت سهله انك تلقاها. فنقول اول شيء تعسرنا حيل، خاصه انا يعني توهقت حيل بلحظتها، يعني قاعد ادور استاذ محمد، كنت قاعد اراكض وراه قاعد اقول استاذ محمد تكفى شوف يعني حاول فيده شوف الوضع. بس الحمد لله يعني وقت عرفنا المشكله، هي بس احنا عرفنا المشكله ولحظه ما عرفنا المشكله يعني ارتحنا شوي، لان عرفنا ان شنو يحتاج التعديل فيه. اول ما عدلناه جربنا قبل نقول الفرصة الثانية يعني كان في شوية راحة الحمد لله. يعني يقول مثل ما نقول يعني تجربة واستفدتوا منها. صح. وطبعا من تعلم. توصياتهم واحتوائهم لكم ما شاء الله قدرتوا تأخذون الرقم القياسي. صح. انت ذكرت قبل شوي استاذ محمد الظفيري مواد اللحيم البسيطة. نعم. طبعا هذا يقودني للسؤال على موضوع الآليات المستخدمة، المواد شنو هي بالضبط؟ انا قبل الآليات في بالك شيء، قول في بالك الشعور شنو كان شعوركم لما جاب الرقم القياسي أو لما جاب الرقم القياسي راح صوتي من قوة الفرحة. يعني احنا كنا 14 واحد على المسبح، الكل سوى شوشرة على الرقم هذا. زين نرجع لموضوع المواد احنا في موترز ومواصفات معينة نلحمها بكيبل ايثرنت. زين على الكنترولر كيبل ايثرنت. اي ونلحم الموترز مع الكيبل لغايه. نعم. لما يوصل مع الكنترولر الى البطاريه. طبعا الموترز لازم يسوي له عزل كامل من. نعم. الماي. نعم. يسوي له واكسينج. نعم. اللي يسكرون العلب. صح. صح. الوايرات لازم ما يصير فيها شورت سيركت. شورت. نعم. صح. فشباب ما شاء الله المرحله هذه تجاوزوها، يعني عارفين انه بعد كل مسابقه لازم يسوون موضوع عزل تفضيه. هذه طبعا سر ما حد يعرف الا هم الشباب. طبعا يعني طبعا انت اشتغلتوا شوي بالالكترونيات وحطيتوا بعد المايكرو كنترولر، حطيتوا وايد اجزاء خاصه بالسيركت نفسه في الدائره. نعم. الكهربائيه. نعم. الارم يعني مثل ما قال اخوي محمد ان لما عدلنا اليوم الثاني الارم انكسرت اللي هو الذراع اللي ترفع. الذراع. نعم. فاخذنا مات المعقب بدالها برسبشن، ففتشيناها على طول ركبنا. يعني لازم نشوف حل. لازم في حل. وبدال نستخدم جلو استخدمنا سيم. زين المراوح تاكدنا انهم ثابتين وثبتوهم الشباب، يعني عارفين موضوع التثبيت، فكانت شبه مقامره بس انه
حققت نجاح. هذه اللي هذه احلى ما في الموضوع، هذه الامور تصير خلف الكواليس. نعم. يعني انتم حاولتوا ان انتم تداركون الوضع في نفس الوقت على ما تنقل الاله وياك وانت مسافر، سويتوا عليها تيستينج يعني تشيكون. نعم. من وراها تتاكدوا منها، والحمد لله النتيجه هي احلى وافضل بكثير. نعم. احنا يقودنا لموضوع مختلف الحين، هذا تكلمنا في البدايه انه كان نظرته لك ان انت كان عنده ايمان ان انت وفريق العمل تقدرون ان انتم توصلون. زين، الدعم الكبير اللي خذيتوه من عندهم مثل ما هو قال، هنعطيكم التبس الصغيره الشغلات البسيطه. نعم. الدعم الكبير اللي تحصله من نادي من وادي الشباب، شلون شفت الدعم وتوجيهاتهم لكم؟ انا راح اكون يعني كلش ما قاعد ابالغ، راح اكون صريح بكلامي. والله يعني من اول يوم دخلت وادي الشباب، انا اول يوم دخلت فيه تعرفت على استاذ محمد وحوراء، زميلتي حوراء اللي هي ويا كابتن الفريق حاليا. راح اكون صريح 100%، من اول يوم واول ما حطيت ريلي بوادي الشباب يعني عرفت ان في نقول ايجابيه بالموضوع. الفريق ما شاء الله يعني مبين من التمكن اللي عنده والتجاوب اللي معاكم. صح. صاير. ويعني حوراء ما شاء الله يعني انا ما نقول صدمت بس يعني تعجبت بمهاراتها. استاذ محمد يعني رحبني بطريقه اخويه نقول، او بطريقه يعني ارتحت لها. وراح اكون صريح ان حتى من باب التبس او من باب المساعدات هو ساعدنا بطريقه يعني ما القاها اتوقع بمكان ثاني بالكويت. فاي يعني نقدر نقول مساعداته هي سبب، ومن الاشياء اللي وصلتنا اللي واحنا واصلين اليوم اللي هي مركز اول على الغرب اسيا وتوب 10 السنه طافت بامريكا، وان شاء الله راح نشارك مره ثانيه بمي 13 على العالم. نعم. زين، نتكلم على موضوع مختلف تماما، نتكلم الحين على موضوع حتى كفريق العام جاهزين لكم سؤال. البطولة العالم للغواصات الحين جايه قادمه ان شاء الله، تجهيزكم لها شلون هي طريقه استعداد لها استاذ محمد الظفيري؟ اي الاستعداد، انا قلت لهم قلت برمضان ما بشوفكم. رمضان انت برمضان ارتاحوا. عزاهم شارع عباده وبنفس الوقت مدارس عندهم يذاكرون دروسهم. هذا الموضوع عندي يعني، فراح اجهز لهم التصاميم اللي هم صمموها بالاول. فراح اطبع لهم الطباعات اللي هم صمموها واجهزها لهم لما بعد العيد، اول ما يقول الله اكبر صلاه العيد يعيدون اول يوم، ثاني يوم هم معي يجهزون حق بطوله العالم. جميل، يعني الحين هذا الشهر يعتبر بالنسبه لهم راحه وعباده وهم التركيز في الدراسه. نعم. بعد الشهر يعني وقت بعد شهر رمضان المبارك على طول يجهزون حق البطوله. على طول يجهزون بطوله العالم. نعم. يعني راح اجهز لهم كل الاحتياجات اللي هم محتاجينها الحين، اللست اللي عندي راح اجهزها واخليها لهم على المكتب. تعالوا ثاني يوم العيد راح نستوعب المجال ان شاء الله. الله يعطيكم الصحه والعافيه. احنا نقول دائما الاوقات الحلوه تمشي بسرعه. نعم. احنا ما حسينا بالوقت، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وتكونوا معنا ان شاء الله في حلقه قادمه بعد الانجاز الكبير ان شاء الله في بطوله العالم. شكرا لكم. ما قصرت. يعطيكم الصحه والعافيه. وفي الختام اللقاء نشكر المبدعين كل من محمد صالح الظفيري منسق برنامج وادي الشباب، ومحمد نواف البحر عضو مؤسس فريق بلوتك على ما قدموا لنا من معلومات قيمه. وننتقل الان الى موضوع اخر مشاهدينا. في نهايه احنا وصلنا معاكم الى نهاية فصل الشتاء وداخلنا الحين على فصل الصيف، فمن المهم توفير بعض أنواع النباتات اللي تلائم احتياجاتنا داخل المنزل أو حتى في الأماكن العامة والاجتماعات العائلية، لما تضيف هذه النباتات من شكل وفوائد طبيعية. فعشان هذا الموضوع نشوف معاكم هذا التقرير القادم مع اختصاصي الزراعات الحديثة محمد الكليب. نتابع ونرجع لكم مرة ثانية.